عليكم، شو اخباركم شباب؟ اليوم جبنا لكم شيء تستفادون منه. يعني عندك تنظيف شاشه مال اكس، عندك تحمي عليها، عندك دريل بيها، هواي شغلات بيها كلش حلوه. بالنسبة لهاي الماكينة، منها تقدر تشغلها. هطلع عندك درجة الحرارة انت تتحكم بيها، شتري تخليها عندك توصل لـ400، احنا بالعادة نخليها 100. عندك هنا فاكيوم اول قوة، فاكيوم ثاني، دفع ثاني، طفي. عندك هنا الدريل، هذا الدريل شغله كلش حلو في تنظيف الاو سي اي، وهو الشغلات استعماله. عندك قوته، صور هنا هاي القوة مالته، حدها 100، بعد السرعة صارت قد قوية. التيف العادة تخليه 50، أقل من 50 تشيل بيه المادة. موجودة لدى مركز أنوار أبل لبيع القطع الغيار وصيانة الهواتف النقالة. هذا المنتج موجود لدى مركز أنوار أبل، أنوار شارع الربيعي، مجاور أسواق اليوم، قطع غيار أنوار أبل. مركز الصيانة، مركز الصيانة تقاطع الربيعي، مجمع المعتز، طابق أول، أنوار أبل، المركز الرئيسي لصيانة الموبايل. وشكرا.